صباح الخير متابعي طقس العرب في الأردن. اليوم الثلاثاء إن شاء الله بتسود المملكة أجواء مستقرة وترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية، وتسود عموم المناطق بإذن الله أجواء مشمسة صافية ولطيفة، ولكن تنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. كيف رح تكون درجات الحرارة نهار اليوم الثلاثاء بإذن الله في العاصمة عمان؟ نهارا بتسجل 16 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة، والملموسة 15 ونسبة الرطوبة 71% وسرعة الرياح 14 كيلومتر في الساعة لتكون شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا. إربد بتسجل نهارا 18 ليلا 9، المفرق كل المفرق وجرش 17 نهارا وبين 10 و 8 درجات مئوية ليلا، وعجلون 15 نهارا و 10 درجات ليلا مع أجواء بإذن الله صافية. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى والعاصمة عمان 16 نهارا 10 ليلا، وكل ما البلقاء الزرقاء مادبة درجات حرارة متقاربة بين 18 و 17 نهارا، وبالليل بين 13 درجة مئوية إلى 8 درجات، والبحر الميت أجواء لطيفة 24 نهارا مع أجواء مشمسة و 15 ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية والكرك 16 نهارا 7 ليلا، والطفيلة 15 نهارا 11 ليلا، وجبال الشراح 16 نهارا 11 ليلا مع غيوم مع أجواء غائمة جزئية عفوا، ومعان 20 نهارا و7 ليلا، أما العقبة أجواء لطيفة نوعا ما 24 نهارا و17 درجة بتسجلها ليلا. أخيرا ننتقل إلى المناطق الشرقية وكل من رويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 20 و 19، أما ليلا بتنزل لسبع درجات مئوية. متابعينا بدي أذكركم بالنهاية أنكم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا بإذن الله في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة. إلى اللقاء.